لكن ايضا اعتقد ان السبب الاساسي ليس هذه المساوغات، السبب الاساسي هو المصالح، المنطق السياسي للانتخابات. بمعنى نعم. وهناك امرين متناقضين بالمناسبه دكتور احمد. المنطق الاول يقول كلما اجلت انتخابات اكثر، كلما بقيت انتخابات في موعدها وبكرت اكثر، كلما دخل الناس وتحديدا في هذه المحافظات المنكوبه الانتخابات بجو الازمه والصدمه والخساره وتهجير من بيوتهم والى اخره، وبالتالي منسوب الغضب وردة الفعل تجاه الرئيس أردوغان والحكومة سيكون أكثر نسبيا، وبالتالي فرص الرئيس أردوغان والتحالف الحاكم ستكون أقل، المعارضة ستستفيد أكثر. كلما أجلت هذه الانتخابات أكثر، كلما ابتعد الناس زمنيا عن هذه الأزمة تراجعت لديهم حدة المشاعر الغاضبة وما إلى ذلك، وكلما استطاعت الحكومة أن تقوم بإجراءات إضافية وما إلى ذلك، قد يكون مثلا بدأ مسار إعادة الإعمار وما إلى ذلك، المساعدات، البنية التحتية، الصحة، التعليم، المساعدات وإلى آخره، وبالتالي قد يكون هذا يعزز من فرص الحكومة ويقلل مكاسب المعارضة. ولذلك من منطق سياسي براغماتي بحت تبكير الانتخابات لصالح المعارضة، تأجيلها لصالح الحزب الحاكم والتحالف الحاكم والرئيس أردوغان، لذلك هناك خلاف من الصعب أن يتفقوا عليه. لكن أيضا الناخب أو المواطن الذي تضرر ونكب في هذه الأزمة، في هذه الكارثة الطبيعية، الآفة الطبيعية، يرى أيضا أنه كثير من القرارات السياسية يمكن أن تقرأ على أنها حرص عليه كما تغلف، ويمكن أن تقرأ على أنها يعني استغلال لأزمته. نعم. وبالتالي إذا شعرت أحزاب المعارضة تحديدا أن هناك رغبة لدى الناس في هذه المناطق المنكوبة أن تؤجل الانتخابات ريثما يلتقطوا أنفاسهم من جهة التعبير، من الصعب عليها أن تقاوم يعني توجهها من هذا، لأن هناك فعلا قول في الشارع التركي أنها منزعج من تسييس الكارثة، لأنها ستفهم على أنها سيست الموضوع وتحاول أن تكسب أصواتا في الانتخابات من خلال أرواح الناس التي ماتت. هذا الشعور إذا وصل لأحزاب المعارضة باستطلاعات رأي أقصد، يعني قد يكون هناك توجه منها للتعاون مع الرئيس أردوغان أو للتحالف الحاكم للتأجيل، لكن ليس تأجيل كبير، نعم. عدة أشهر فقط، قد يكون 3 أشهر أو ما إلى ذلك، التأجيل سنة لا أعتقد أنه يأتي. لكن أيضا هناك حساب آخر هذا أيضا لا يقل أهمية، وهنا سأصل إلى تصريح الرئيس أردوغان اليوم، أنه أيضا الحكومة كلما طال الأمد كلما الوضع الاقتصادي كان فيه تراجع أيضا، هناك الآن ستظهر الآثار تكاليف إضافية، لأن يعني إحنا كنا نتحدث عن أنه هناك قرارات نسميها اقتصاد الانتخابات في تركيا، صرف كثير من الحكومة على المواطنين، جباية أقل من المواطنين حتى نصل لمرحلة الانتخابات، هذا كان متوقعا، ولذلك كان تبكير الانتخابات حتى أيار مايو يخدم هذا الهدف. نعم. الآن مع الوضع الاقتصادي المستجد أيضا، تكلم عن تكاليف كثيرة لإعادة الإعمار، لإزالة الأنقاض، لتعويض العائلات، لدعمهم لآخره، كل هذه الأمور هذه أيضا ستزيد الضغط على الليرة التركية، ستزيد الضغط على نسبة التضخم في البلاد، ستزيد الضغط على الاقتصاد التركي. طبعا هناك بعض الخبراء الاقتصاديين يتحدثون عن إمكانية تنشيط الاقتصاد في عملية إعادة الإعمار، هذا أيضا جانب، لكن نتحدث على المستوى المالي النقدي في البلاد، هذا يشكل ضغطا، وبالتالي التأجيل الطويل الأمد أيضا ليس بالضرورة لصالح الحكومة والرئيس أردوغان. ولذلك هنا التصريح هذا قد يكون مفهوما منه هذا الأمر، أنه نحن الآن كحكومة نفعل بما بوسعنا، الانتخابات تبقى في موعدها، لا نذهب للتأجيل البعيد قد يضع البلاد كلها والاقتصاد تحديدا في مهب الريح. نعم. أو أن الرئيس أردوغان هنا يناور كي يظهر أنه ليس لديه قلق من تأجيل الانتخابات أو تبكيرها أو إجراءها في هذا الوقت، وأنه بالعكس ليس هناك شك في توجهات المواطنين وإلى آخره، وهذا تفنيد ربما وضحت لبعض مسوغات أو بعض سرديات المعارضة، وبالتالي قد يكون أيضا ضغطا للتفاوض، أنه إحنا لسنا يعني أولويتنا هي المواطنين، لكن لسنا خائفين من صندوق الانتخابات، وبالتالي لا نريد أن نؤجله، يمكن أن نجرى فيه. نعم. هذا قد يفتح التفاوض أو قد يفتح النقاش السياسي في البلاد لاحقا، لكن أنا أعتقد أنه أولا حتى لو كان هناك كما ذكرت أنا قبل قليل وأنا مقتنع بهذا الكلام، أن هناك مصلحة تتبدى انتخابيا في تأجيل الانتخابات، لكنها ليست كذلك على المدى البعيد جدا، يعني التأجيل الكثير سيعيد دولاب الاقتصاد والليرة والتضخم، يعني يكون في مصلحة حتى الحكومة صحيح. وبالتالي إذا كان هناك إمكانية وإذا كان هناك مصلحة وإذا كان هناك توافق على تأجيل الانتخابات لن تكون مدة طويلة.